الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط الحالية ارتفاع معدل التضخم لشهر تشرين الأول الماضي بنسبة 0.4% مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه. وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهر الهنداوي إن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط مستمر في رصده الرقمي لحركة الأسعار في الأسواق المحلية العراقية، وقد أظهر التقرير النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي أيضاً، حيث بلغت نسبته 6.8% بالمقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2020. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة ببغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في أربيل. وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147,875 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار. واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 148,100 دينار لكل 100 دولار، والشراء بواقع 147,900 دينار لكل 100 دولار أمريكي. ارتفعت صادرات العراق النفطية لشهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 5% بحسب وزارة النفط الحالية. وأظهرت بيانات للوزارة أن صادرات النفط باستثناء محافظات شمالي العراق بلغت 3,273,000 برميل في اليوم مقابل 3,120,000 برميل في اليوم خلال شهر تشرين الأول الماضي، وبارتفاع بلغ 4.9% على أساس شهري في ظل زيادة حصة أوبك بلس. ارتفعت أسعار النفط لتعوض خسائر اليوم السابق، حيث يراقب المستثمرون قرار أوبك بلس بشأن سياسة الإمداد، لكن المكاسب توجت وسط مخاوف من أن يضر متحور فيروس أوميكرون بالطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 78 سنتا لتصل إلى 69.67 دولارا. وزادت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 77 سنتا لتصل إلى 66.34 دولارا للبرميل. هذا ومن المرجح أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها المعروفين باسم أوبك بلاس ما إذا كان سيتم إطلاق المزيد من النفط في السوق كما كان مخططا مسبقا أو تقييد الإمدادات. قال وزير التجارة التركي محمد موش إن تركيا حققت أعلى نسبة صادرات بعائدات بلغت 21 مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني الماضي. وأوضح الوزير التركي أن قيمة الصادرات في بلاده بلغت 221 مليار دولار على أساس سنوي. هذا وكان وزير التجارة التركي قد أكد في وقت سابق أن إسهام الصادرات في النمو الاقتصادي لتركيا ارتفع إلى 6.8%. قدمت بلجيكا استراتيجية لجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2027 في مشاريع البنى التحتية في مختلف أنحاء العالم في رد أوروبي على النفوذ الصيني. وسيجمع المشروع موارد من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 27 والمؤسسات المالية الأوروبية ومؤسسات التنمية الوطنية وكذلك استثمارات القطاع الخاص، كما ورد في بيان صادر عن المفوضية.
وكانت بكين قد أطلقت عام 2013 استراتيجيتها الاستثمارية العالمية، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية البرية والبحرية لتحسين ربط الصين بآسيا وأوروبا وقارة أفريقيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.